هو الدكتور الاستشاري اتأخر ليه كده؟ اهو وصل يا فندم خلاص. شكلي. مدام نوال ألف مبروك وحمد لله على سلامتك. الورم اتشال كله. الحمد لله الحمد لله. الحالة بتاعتك دي من أصعب الحالات اللي مرت عليا. اللي حصل معاك ده معجزة بمعنى الكلمة. والمعجزة دي أنت السبب فيها. بسبب صبرك وإيمانك. ألف مبروك. شكرا يا دكتور تعبناك معانا. بعد إذنكم. اتفضل يا دكتور. الحمد لله. يا رب ما أشوف فيكي شر أبدا. ولا أشوف فيكي الحمد لله. اسلمي يا حبيبي. الحمد لله. علي يا حبيبي. الحمد لله. الحمد لله. ربنا كبير وجبر بخاطرنا. الحمد لله. طب بتعيط ليه؟ دوال فرح بقى. كفاية عياط بقى كفاية. اكمل بقى. دوال فرح. وانت بتعيطي؟ لا أخوكي بس. لا. الحمد لله. يلا يلا يا حبيبي. يلا يلا يلا. يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. خد المقولك يا فريد. هو انا مش بكلمك. خلاص بقى يا علي، قلت لك انا مش عايزه اسمع حاجه. ايه دي؟ معقول على طول خناق ما بتزهقوش؟ عارف انا اخر مره اتخانقت فيها انا ونوال تقريبا ايام الخطوبه. تهيألي كده. بعد الشر علينا. انت هتجيب ايامنا زي ايام الولاد دول؟ خلاص قفلوا الموضوع ده بقى عشان الحاجات دي تتحسد يا جدع. والله انا فيها حاجه لله. طب فاكره يا فريده؟ فاكره لما كان نفسي نخلف توينز؟ لا فريده مش فاكره حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. اتاخرتوا ليه؟ الدنيا زحمه قوي، بقى لنا ساعتين في الطريق. انتوا لسه كنتوا بعيد، مبقيناش نشوفكوا غير في المناسبات. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا عبدو؟ ازيك يا دودو؟ دودو مفرهده. ايه ده؟ ايه ده؟ مفيش بوسه ولا حضن ولا اي حاجه؟ معقول كده؟ يا اختي جرايه. يا عم ياسين عايز تعمل لنا مشاكل كبيره ولا ايه؟ بوسه بالعافيه. اهلا. خلصت من ادهم ترى لنا ياسين؟ ما تخليك في حالك بدل ما زلطوا عليه. بلاش احنا نشغل عليه، انا خلاص بقيت اب. بقول لك يا عدول، صحيح في مامه واحد صاحبي تعبانه، كنت عايز ابعتها لك العياده تكشف عليها. مين ده صاحبك؟ مدحت يا ماما. الله يرحمه. طب انا هكلمها اسال عليها. فيك الخير يا حبيبتي. تنورني. طبعا هخليهم يكلموك من العياده يدوا لك ميعاد. لا ده انا هروح معاها كمان. سلام. ربنا يخليكي لينا يا ست الكل. اشترك في باقات واتشت الشهريه من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنويه من 149 جنيه و99 قرش.